المخطوط العربي إرث حضاري ساهم في نشر الحضارة العربية والإسلامية ونقل معارفها حول العالم. حظي هذا الإرث بأهمية خاصة في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث تضم مكتبته مجموعة من المخطوطات العربية النفيسة على شكل مصغرات فيلمية تزود الباحثين بالمعلومات في مجالات العلوم الإسلامية المختلفة كالسير الذاتية والحديث والفنون الإسلامية، بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم، وتبلغ في مجموعها 50,679 مصغرة فيلمية.